هي الإيمان، لأن المجتمع الإنساني لا يتوقف عن الإبداع والحداثة، هو الذي دائما على استعداد لتبني كل محدث يقدر أنه يساعده على فهم نفسه وفهم ما حوله على نحو أفضل. الهوية لا تتنافى مع الحداثة ومع الحرية. الحرية بالمطلق جنون، لكن في المقابل الهوية المنغلقة تؤدي إلى الخروج من التاريخ. سمعت الهوية المنغلقة؟ الهوية المنغلقة التي تحجب، التي تحجب، التي لا تقبل بالمحدث، هي عبارة بلغة الرياضيات عن خط المغلق، لا يقبل الإضافة ولا التعديل.